بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن الحاجة إلى الوحي الشريف الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء والمرسلين حاجة تقتضيها الفطرة وتدعو إليها الضرورة، فالله تعالى الرحمن الرحيم رب العالمين جعل الوحي باب رحمة عظيمة للخلق، إذ للوحي الشريف مقاصد سامية وغايات إنسانية نبيلة من تربية الفرد، إصلاح المجتمع والسلام العالمي. ومعاداة الوحي الشريف معاداة لتلكم الرحمة الربانية بالخلق أجمعين، وسعي في تضييع لمسار الإنسان في حياته الدنيا وإفساد في الكون. وعشان نوضح ده بصورة قريبة من الحياة بتاعتنا المعاصرة، أنت النهاردة في تقدم علمي وثورة صناعية وتكنولوجية رهيبة جداً، ولا نجد مطلقا لا شركة ولا مصنع بينتج أي آلة معقدة أو متوسطة التعقيد أو حتى بسيطة، يعني أحيانا إلا وفي الغالب بيرفق معها كتيبا أو ما نسميه بالكتالوج اللي بيشرح مزايا وتفاصيل والطريقة الصحيحة لاستعمال الآلة دي، وإزاي أنك تتعامل معها بطريقة منضبطة، وإزاي أن هي تقدر تكون معاك أنت بتعرف ده عشان تقدر تستعملها وتنتفع بما فيها، وأن أنت لا تفسد هذه الآلة، ده شيء الآلة لأنه ده شيء ضروري جدا للتعامل مع هذه الآلة أو ذلك الجهاز. ويعني ده لو إحنا ما اتبعناهوش هتكون مجرد الآلة أو الجهاز ده عبارة عن كتلة حديدية يعني عديمة الجدوى والفائدة، وربما صاحبها أو اللي اشتراها يبقى بيتخبط في استعمالها وبيؤدي إلى إفسادها، هذا في حين إن هذه الأجهزة اللي احنا بنضرب بيها المثل والآلات التي نضرب بيها هذا المثل مهما كانت، يعني مهما
كانت هذه الآلات وتلك الأجهزة معقدة ودقيقة جدا، إلا إنها لا ترقى في تعقيدها إلى آية خلق الله تعالى للإنسان. والله جل جلاله لم يخلق الإنسان فحسب، إنما هو سبحانه وتعالى علمنا إنه جعله كذلك في هذا الخلق في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولم يكتفي الخالق العظيم سبحانه وتعالى بذلك، بل قام بتكريم الإنسان على سائر الخلق، وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فخلق الإنسان معجزة وآية كبرى، خلقه المولى سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وخلقه وهو يريد له الخير والصلاح. وإذا كان كذلك، هل يعقل أن يترك هذا الإنسان هكذا سدى دون توجيه ودون منهج يسير عليه؟ وهو الله الرؤوف الرحيم، هل الرؤوف الرحيم يخلق الخلق ويتركهم هكذا تتقاذفهم الأهواء والفتن، وتتنازع الإنسان أو المكلف عموما قوى الشر والخير، دون أنه يديله منهج مميز فيه أو واضح فيه له طريق الخير من طريق الشر؟ أيمكن أن يتركه الخالق العظيم بعد أن خلقه في أحسن تقويم وكرمه على العالمين؟ أيتركه في ليل دائم دون ضياء ينير له الطريق المستقيم؟ لا والله، إن رحمة الله العظيم لا تترك هذا المخلوق أو أي مخلوق، لا تترك المكلفين دون وحي سماوي يهديهم إلى طريقه المستقيم في جميع دروب الحياة. ومن هنا كانت الحاجة إلى الوحي الشريف، ومن هنا كان الوعيد لكل من يعرض عن أنوار الوحي الشريف أو يحارب الوحي الشريف أو يصرف الناس عن الوحي الشريف. ولذلك كان هذا الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك في أقصى صورة له، وهي صورة الإنكار التام للوحي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وقلنا قبل كده إن أقصى صورة لمجافات الوحي الشريف، أقصى صورة، هو الكفر به مطلقا. وده اللي كان متحقق في كثير من الأمم السابقة واللاحقة، وهكذا هكذا هي الحياة: مؤمن وكافر، مصدق ومكذب. وإنه ذكرنا لحضراتكم إنه إنكار الوحي ليه صور وليه درجات لا تعدم وجودها في العصر الحديث، بل نعاني من شرها بين الحين والحين ممن يدعون العلم. إن معاداة الوحي الشريف في أي صورة من صوره معاداة للرحمة الإلهية بالخلق. فالله تعالى خلق الإنسان وأودع فيه قطبين متنافرين، إداك قوتين جواك، أحدهما يدعو الإنسان أو المكلف إلى الخير، والآخر يدعوه إلى الشر. ويبين لك الموضوع ده ما ورد عن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه، أن الله عز وجل قول سيدنا الإمام علي قال: إن الله تعالى ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة. يبقى الملائكة الكائنات النورانية اللطيفة دي مركب فيها عقل لكن ما فيش شهوة، يعني هي مخلوقات عاقلة. نعم، وركب، هكذا يقول سيدنا الإمام علي ويوضح ويعلم، ويقول: وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما. فمن غلب عقله شهوته، اللي يغلب عقله في تصرفاته في حياة الدنيا وعارف إنه في هذه الحياة إلى حين،
وإنه تحصى عليه الحسنات وتكتب له السيئات، وكل شيء معدود عليك أيها الإنسان، ومهما قل ذلك الخير الذي تصنعه أو عظم ذلك الشر الذي تقوم به، مهما أو دق الشر وعظم الخير، كل يحصى على الإنسان ويكتب. فلو أنت في حياتك غلبت جانب العقل على الشهوة، فستصير كما أخبر الإمام علي: هو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله أو شهوته عقله فهو شر من البهائم. لذلك وجب على الله، وجب يعني على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف بالعباد، لأنه الله اللطيف، إنه يدلهم إلى ما يرفعهم فوق مستوى الملائكة الكرام باختيارهم. وهنا سر هذا المخلوق اللي ربنا خلقه في أحسن تقويم، واللي ربنا كرمه على العالمين وعلى سائر مخلوقاته، إنه ادالك الاختيار. وإنت مع هذين القطبين المتنافرين خير وشر، هو دلك الطريق إزاي؟ انت الطريق ده هتعرفه منين؟ من المنهج. المنهج ده يصل ازاي؟ عن طريق الوحي على الانبياء والرسل، وختاما على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وده قوه الاختيار ايها المكلف، تستطيع ان تختار طريق الشر وتسير فيه ويكون على الله الحساب، وتستطيع ان تختار طريق الخير وتمضي فيه. وانت في حاله انك بتختار الخير وبتختاره بتنشيط استعمال العقل، وإنك أنت بتستعمل المواهب والعطايا اللي ربنا ادهالك على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، بتسمو فوق الملائكة الكرام. وربنا ادهم في الوحي، ادى الخلق إنه أرشدهم أيضا إلى ما يبعدهم عن الهبوط إلى مستوى البهائم أو دونها، اللي ركب فيهم الشهوة دون العقل. لكن الإنسان إذا غلب الشهوة على العقل والأهواء على العقل، فبالتالي هو قد عاد الوحي. لذلك فالوحي الذي نزل على الأنبياء والمرسلين وختاما بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو زي ما أسماه ومثل بهذا المثل سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي حينما قال إن ده الكتالوج اللي بيحدد للإنسان الطريق الذي عليه أن يسلكه وعليه أن يمضي فيه ليصل إلى ما ينفعه ويتجنب ما يضره ويكون من سعداء الدارين فيفوز في الدنيا والآخرة. وكمان الكتالوج ده بين للإنسان كيف يستثمر الطاقات والمواهب والعطايا العديدة التي لا تعد ولا تحصى، التي منحها رب العالمين الوهاب، منحها للإنسان. بيديك إن الأنوار دي تحيا بها في دنياك، لأنه هو الصانع جل جلاله، والصانع أدرى بصنعته. عشان يسمو الإنسان فوق الروح الملائكية، بأنه يجاهد الإنسان نفسه ليسمو فوق مستوى الملائكة، لما يعني يكافح شهواته وإنها تكون في طريق حلال، ويختار طريق رضوان الله سبحانه وتعالى، بيسمو سموا عظيما. وده مش ممكن يصل إليه الإنسان إلا من طريق القانون والشريعة التي تؤسس له ما يضمن سعادته في الدنيا والآخرة. ومن هنا تتجلى الحاجة إلى إنزال الوحي من الخالق على أنبيائه لهداية عباده، وضرورة الحفاظ على الوحي والتمسك به. الوحي في الشريعة الخاتمة هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الشارحة لما في القرآن الكريم، المبينة لما فيه، المشرعة بأمر الله الحي القيوم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، غير أنه بشر يوحى إليه. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أوتي وأوحي إليه بالقرآن، وكذلك بما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، فقال:
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته. واحد قاعد كده آكل شارب مترفه متكبر مغرور، أهم حاجة عنده الدنيا والفلوس والعطايا، وقاعد لا اجتهد ولا طلب علم ولا درس ولا عمل حاجة. شوف النبي بيوصف الحالة الآنية، قاعد على أريكته شبعان، بيقول إيه؟ عليكم بالقرآن، يعني التزموا القرآن بس، عليكم بالقرآن، هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيديك الأمثلة الإنسانية العجيبة اللي هتشوفها. ده المدعي يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا إلى هذه النوعية من البشر المتكئة على الأرائك، قاعد واكل شبعان، نايم مرفه متكبر مغرور، لم يسعى في طلب العلم ولا تحصيله، وقاعد بقى ينظر على الناس ويقول لهم انتوا تمسكوا القرآن بس، اللي حرموا القرآن تاخدوا بيه، واللي أحل القرآن تعملوا بيه، واللي حرموا القرآن فقط هو اللي انتوا تجتنبوه، وغير كده يعني ان انتوا تتركوا السنة. يعني شوف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيكمل ويقول وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أنا أعيدها 3 مرات، بعيدها 3 مرات، إنه النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا إنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومعنى كده إن رب العالمين أعطى نبيه الكريم وحيا آخر، وهو السنة النبوية المطهرة التي تفسر القرآن وتبين معاني القرآن، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو يعني سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا المولى سبحانه وتعالى، أوحى إليه القرآن، وأوحى إليه أيضا السنة، وهي الأحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة، وفيما يتعلق بالزكاة، وفيما يتعلق بالصيام، وفيما يتعلق بالحج، وفيما يتعلق بسائر المعاملات وغير ذلك في كل مناحي الحياة التي علمنا فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة المشرفة وحي ثان، السنة المشرفة وحي ثان أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام، وهو يعبر عن ذلك بأحاديثه التي بينها للأمة وعلم فيها أمته صلى الله عليه وسلم، وتلاها على الصحابة الكرام التي دونوها وأثبتوها رضوان الله تعالى عليهم. منكر ذلك مكذب برسول الله، منكر ذلك مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف للأمر الإلهي الواضح في القرآن الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.